Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you guys? I hope you are all doing well. بتمنى الجميع بصحة وسلامة. Today, inshallah, we're going to conduct unit 1 from grade 6. اللي هو بدنا ندرس إن شاء الله الوحدة الأولى للصف السادس بعنوان My Summer Holiday. Summer اللي هو season اللي هو الفصل. فصل الصيف. Holiday عطلة. فبصير مع بعض العطلة الصيفية. بداية في عنا بعض الكلمات لازم نعرفهم ونتعرف على معناهم. We have accident حادث. حادث awful awful فظيع تساوي كلمة terrible. 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 Okay? أو horrible. تنتين صح. Back. Back يعود تساوي return. Return. الميننج المعنى والأوبزيت مطلوب منا. لهيك إذا أنت معك نوتة دونهم عليه. Okay? اللي بعديها bang. Bang. Bang معناها يخدش مش يصاب. Okay? يخدش أو يصاب. Call. Call معناها يتصل وجاي في الدرس بمعنى ينادي. ينادي. ده قول هو مثلا بن كول ذا تيتشر نادى الاستاذ. اوكي كراش كراش يصطدم كراش يصطدم. فول فول يسقط. مس مس يفتقد. ستيرز ستيرز درج. ستيل ما زال. تمام. في عندنا كلمه كمان ريمين يبقى. في عندنا summer camp. summer camp summer camp معناها مخيم صيفي. tired متعب. كلمة tired the meaning is exhausted. exhausted تذكر اكزوز السيارة. تمام. exhausted the opposite اللي هو relax. تمام. هاي بالنسبة لكلمات الدرس. لقيت في عنا في الدرس أربع صور كل صورة إلها فقرة. إحنا رح نسمع الملف الصوتي. تمام. ورح نتعرف على لفظ السطور الموجودة عنا ورح أنا أقرأ لك وترجم بعض الكلمات والعبارات الموجودة فيه. أوكي؟ Let's do it. Welcome back, Amy. I missed you. Did you have a nice time at summer camp? Yes, I had a great time, but I missed you too. Oh dear! What happened to your arm? I fell down and broke it. Amy and Ben came back to Palestine. Rania and Amy were talking. We played all day. Amy was very tired. Then she had an accident. She fell down the stairs of the treehouse and broke her arm. Ugh, how awful! Amy climbed up the stairs of the treehouse and fell back down and then crashed into the flowers. She banged her head and arm. هذا بالنسبة لأول صورتين. فحكى في الأولى Amy and Ben come back to Palestine. رجعوا لفلسطين بعد رحلة كانوا رايحين على summer camp مخيم صيفي. تمام. Rania and Amy were talking. هايهم قاعدين بتكلموا مع بعض. talking اللي هي يتحدث. the meaning is speaking. speaking. okay. Welcome back يعني أهلا بعودتك. هذا أي واحد بيكون مسافر وبتقول له أهلا بسهلا في رجعتك إيش بتقول له؟ Welcome back. Welcome back. Okay. I missed you. لما واحد ما تشوفوش من فترة طويلة إيش حتحكي له؟ I missed you. بقول إيش missed؟ لا missed. I missed you. طبعا هنا استخدم did لأنه كل درسنا حيكون في الماضي فراح استخدم تصريف تاني. Okay. Did you have a nice time؟ هل قضيت وقتا ممتعا في المخيم الصيفي at summer camp؟ إيش حكى له؟ Yes, I had a great time. قضينا وقتا رائعا. But I missed you too. ولكن اشتقت إليك أيضا. كلمة to هاي أيضا تساوي also. Also. A-L-O-S. Okay. بعدين حكيت Oh dear, what happened to your arm? إيش صار معك؟ إيش صار في إدراعك؟ Your arm اللي هو الذراع. حكيت I fell down and broke it. Fell يعني سقطت. Broke it وانكسرت. تمام. بالنسبة للفقرة الثانية Amy climbed up the stairs. climb up تسلقت. stairs اللي هو الدرج أو السلالم. تمام.
of the tree house في عنا هاي بيت على الشجرة هذا اسمه tree house and fell back down and then crashed into flowers. طبعا ليش سقطت؟ هل قد ببين انها كانت تعبانة كتير من كتر اللعب. اوكي she banged her head and arm وخدشت وجرحت تمام رأسها وذراعها. بالنسبة للكلمات الموجودة عندنا فوق we played all day لعبنا طول اليوم. Amy was very tired كانت كتير مرهقة. Then she had an accident وصار معها هذا الحادث. الحادث ايش هو؟ عبارة عن she fell down the stairs. لاحظ هاي العبارات احفظها مثل ما هي لأنه في الاختبار في أكمل خاصة بتيجي نفس ما هي. يعني إذا شفت fell down اعرف وراها stairs وإذا شفت stairs قبلها fell down. أوكي of the tree house and broke her arm. بالنسبة للتاني أي شخص بيشوف حادث إيش مكان هذا الحادث بيحكي how awful كم هذا فظيع. إيش يعني how awful؟ كم هذا فظيع. ووضع هنا حاجة اسمها exclamation mark. exclamation mark معناها علامة التعجب. أوكي نيجي للصورتين اللي عندنا بعديهم. أوكي اسمع ouch My friend Anne heard me fall. She called a teacher and I went to hospital. Phew! Thank goodness! Amy told Rania about the accident. Amy's friend called a teacher and Amy went to the hospital. Did you still have a good time at summer camp? Oh yes, we had a great time. We played lots of sports and we went swimming every day. Look, my friends wrote their names. Amy and Ben still had fun on their holiday. Amy's arm doesn't hurt anymore. Okay. هذا بالنسبة للصورة الثانية الثالثة والرابعة. بالصورة الثالثة بحكي لي Amy told Ronnie about the accident أخبرتها عن الحادث. Amy's friend called the teacher صديقة Amy called the teacher اللي هي نادت الأستاذ and Amy went to the hospital. Hospital اللي هي المستشفى. أوكي عشان هيك لما أقول لك استخرج أماكن من الفقرة so it's hospital. أوكي موجود عندي في الفقرة my friend Anne heard. Heard اللي هو التصريف الثاني من hear يسمع. Heard سمع. Me fall سمعني وأنا بسقط لما صرخت. She called the teacher نادت الأستاذ وأخذوني وين على المستشفى. حكت فايشو بقول أوف thanks goodness نقول إحنا الحمد لله تمام الحمد لله طبعا على كل شيء. في الفقرة الأخيرة Amy and Ben still had fun on their holiday يعني أنه حتى بعد الحادث صار ما زالوا أنهم بقضوا وقت ممتع وبتسلوا fun اللي هي المرح أو التسلية تمام on their holiday في عطلتهم. طبعا كلمة holiday ممكن تسوي كلمة vacation holiday vacation. Amy's arm doesn't hurt anymore وإيدها لم تعد تؤلمها بعد ذلك. أوكي في الصور موجودة عندي Did you still have a good time at summer camp؟ هذه رانيا بتسألها طب بعد الإصابة قضيت وقت ممتع يعني استمتعت. إيش حكت؟ كتير استمتعت طبعا حكتها وهي بتضحك لأنها كانت مبسوطة كتير. We had a great time قضينا وقتا ممتعا. We played lots of sport كلمة lots اللي هو الكثير من تساوي كلمة several وتساوي many many. أوكي the opposite اللي هي a little of or a few little of our few. Okay sports and we went swimming every day كان كل يوم بروح ايش سباحة وبيلعبوا sports. Look my friend wrote their names وهي اصدقائي كتبوا لي ايش اسمائهم على التجبيصة هاي الموجودة عندهم. Okay كلمة friends it means اللي هي اصدقاء the opposite المضاد لها enemies مش enemy enemy اللي هو رسوم متحركة. أوكي enemies اللي هي الأعداء تمام هيك. هذا بالنسبة للفقرة الموجودة عندنا. في الصفحة الثانية جايب لي كلمات وبيحكي لي وصلهم هيو محلولين عندك وجاهزين. accident accident اللي هو الحادث والحادث الموجود عندي في هاي الصورة اللي هو مكتوب عندي بيه شايف حادث. awful awful اللي هي حاجة فظيعة كتير الإشي الفظيع هاي يقول oh no banged banged
تمام الاي هي مكتوب bang back يرجع ويعود تمام هي بيقول welcome back summer camp اللي هو مخيم صيفي هي خيمة تمام خيمة يعني tent miss يشتاق هي miss اللي هو يشتاق تمام بعد هيك في عنا الصور أخرى crash crash يصطدم هي يلزق في الشجرة تلزيق تمام tired متعب هي عندك صورته هي كان متعبان وعرقان تمام still I we still had fun ما زلنا نقضي وقتا رائعا fall يسقط هي شايفه الدقة مدوقة تمام call اللي هو ينادي هي teacher هي اللي بعديها stairs وهي جاء سلالم أو درج أوكي في عنا بعد هيك اللي هو تمرين اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد أكمل أو اختار الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس في عنا number one Amy broke her arm at when كسرت Amy ذراعها في summer camp ولا winter camp أكيد في summer camp number two Amy crashed ولا banged her head and arm الهيد الرأس والذراع اللي عندها إيش صار فيهم banged خدشتهم ما رانيا rescued rescue معناها أنقذت رانيا أنقذت إيمي ولا رانيا missed إيمي اشتاقت لإيمي أوكي إيمي jumped قفزت in the flowers على الزهور ولا fell down ولا سقطت أوكي إيمي climbed up the climbed معناها يتسلق تمام عكس قلنا fall اللي هي يسقط تمام اللهم صل على سيدنا محمد عكس كلمة up down عكس up down هي down اللي فوقيها أوكي up down on the shelf shelf اللي هو رف الرف اللي انت بتشوفه سواء في مطبخ او في غرفتك تمام the اسمه shelf ايش اسمه shelf يعني stairs على السلالم من وين ايش تسلقت السلالم of the tree house اخر واحدة Amy called نادت ولا went to the hospital نادت المستشفى ولا ذهبت الى المستشفى ذهبت الى المستشفى تمام اللهم صل على سيدنا محمد في هذا الدرس في التمرين اللي بعده موجود عندي read then tick through the correct sentences طبعا هذا هو نفس التمرين الموجود عندنا فوق برضه اللي هو clap or stamp ايش يعني clap or stamp في هاي الحالة clap يعني صفق stamp اخبط رجلك في الارض تمام يا حلو يعني اذا الاجابة صحيحة هنزقف اذا الاجابة خاطئة هنضرب رجلينا وين في الارض Okay. Ben banged his head and arm. Ben خدش اللي هو رأسه وذراعه. كل الجملة صحيحة ما عدا كلمة واحدة اللي هي مين؟ Ben. هو مش Ben اللي خدش. هو مين؟ Amy. عشان هيك العبارة شتطلع خاطئة. وفي الحالة هتخبط رجلك في الأرض. Stamp. Okay. اللي بعديها. Amy came back to Palestine. Amy عادت إلى فلسطين. وهذه إيش كلاب صحيح. Rania said how interesting. رانيا ايش حكت كم هذا ممتع كم هذا مشوق لا ايش حكت how awful تمام بعدين Amy was tired and she crashed down into the flowers كانت متعبة عشان هيك ايش وقعت and crashed down وسقطت لوين على الزهور صح ولا خطأ عبارة صحيحة Amy's arm still hurt ما زالت تؤلمها ذراعها ما زالت تؤلمها هي عبارة ايش قلنا خاطئة. Ben fell down the stairs. Ben سقط من على الشجرة. أكيد لا. طيب نيجي على العبارة اللي بعدها. في التمرين الثالث read and complete the sentences. Amy had an. دائما هاي الجملة. عندي في الثلاث وحدات. الأولى Amy had بعدها مباشرة an accident. ولاحظ هنا في عنا an والان تأتي قبل حروف العلة. لو في عنا هنا حرف ال A. أوكي. Amy had an accident Amy صار معها ايش قلنا حادث تمام في الوحده الثانيه مثلا she Rania had a problem عندها ايش كان problem في الوحده الثالثه مثلا بقول they had an adventure فاحفظ انه في كل وحده في عندنا هاي الجمله حتلاقيها موجوده اوكي بس حتختلف حسب الشخص الموجود عندنا في الفقره Amy had an accident she was at كانت وين موجوده summer camp في المخيم الصيفي كلمة was معناها كان بستخدمها مع المفرد وهنا شيء مفرد اوكي Rania said how awful ايش حكت كم هذا فظيع اوكي
Rania's friend فراغ the teacher. إيش عمل الأستاذ؟ نادى الأستاذ وهي بستخدمها called. Amy climbed up the stairs. The stairs. تسلقت إيش؟ الدرج السلالم. Okay. فراغ the flowers. وين ما شوف كلمة flowers بقبليها crashed. إيش قبليها؟ Crashed into the flowers. تمام؟ هذا بالنسبة لسؤال الأكمل. آخر سؤال عندنا موجود وهو التمرين الأخير معنا اليوم إن شاء الله اللي هو read page 4. read page 4 حنقرأ الفقرة في صفحة رقم 4. write answers ورح نكتب إجابات the questions لهاي التمارين. لكن أنت دائما تكون منتبه إنه كل قطعة عندك موجودة أول صفحة تكون قطعة، تاني صفحة هتوصل الصور وتكمل الإجابات سواء اختر أو أكمل، تمام؟ والصفحة الثالثة في صح وغلط وفي أكمل وفي سؤال نفس هذا اللي هو WH question أو yes or no question، تمام؟ هدول كلهم راح أستخرجهم من وين؟ من الفقرة الموجودة في الصفحة الأولى للوحدة المطلوبة عندي، تمام؟ Okay, number one, what happened to Amy? إيش صار مع Amy؟ في الصورة الأولى لو أنت رجعت على الصورة الأولى هتلاقي إيش كتبت؟ She had an accident, صار معها حادث. She broke her arm, كسرت إيدها. She banged her head, وخدشت إيش رأسها. How did Rania feel? كيف كان شعور؟ feel هنا يشعر. إيش شعور رانيا؟ She missed her, she missed her. She was not happy, يعني she was sad. Okay, لم تكن سعيدة. بعدين Where did Amy's accident happen? أين حدث الحادث؟ At a summer camp. كان في مخيم صيفي in a tree house. How did Amy have the accident? كيف صار معها الحادث؟ She fell down the stairs. تمام؟ She crashed into the flowers. Why did Amy fall? طب لماذا سقطت كلمة why لماذا؟ She was tired. Tired قلنا إيش معناها متعب. Where did Amy fall? أين سقطت? She fell down into the flowers. تمام? She fell down the stairs. واحدة منهم. بس هي where أين? She crashed down the flowers. دائما في هذا السؤال احفظ أداة السؤال عشان تعرف عن إيش بتعبر. What? ماذا? How? كيف? Where? أين? يعني هنجاوب هنا على مكان. هنا على طريقة. هنا عن شيء. How? برضو عن طريقة. كيف? Why? للسبب. لماذا؟ تمام؟ where أين؟ هيك بنكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم. بتمنى عجبك هذا الدرس وإن شاء الله في المرة القادمة راح تلاقي معنا period اللي هو 4 and 5. بتمنى لكم أوقات حلوة وإلى اللقاء.